بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض في الفيديو الثاني في الهيستولوجي. هنتكلم عن موضوع اسمه passage of material through cell membrane. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن السيل ميمبرين، اتكلمنا عنه بالتفصيل الممل الصراحه، وعرفنا تركيب السيل ميمبرين وعرفنا كل حاجه عنه. والنهارده بقى وكنا ذكرنا كده في المره اللي فاتت ان السيل ميمبرين ده بيساهم في عمليه اسمها الترانسبورت، اللي قلنا على حسب بقى انت بتنقل، هل بتنقل حاجات من بره الخليه وتدخلها جوه الخليه فيبقى اسمه اندوسايتوزيس زي ما قلنا المره اللي فاتت، ولا حاجات بتطلعها بتصنعها جوه الخليه وعايز تتخرجها بره الخليه فيبقى اسمه اكزوسايتوزيس. فالنهارده احنا عايزين نتكلم بقى عن الاندوسايتوزيس والاكزوسايتوزيس بالتفصيل، تمام؟ طبعا هو انتقال عبر السيل ميمبرين او دخول وخروج المواد ما بيكونش عن طريق الاندوسايتوز والاكزوسايتوز فقط، لا ده في موضوع كبير. تعالى كده الخريطه دي لمنا الموضوع. طبعا احنا على حسب الماده اللي انت بتنقلها يا شباب، في عندنا الايون والسمول مولكيولز اللي هي الحاجات الصغيره والايونات، دي بتنتقل بميكانيزمات انت اخذتوها في الفسيولوجي زي الباسيف ترانسبورت والاكتيف ترانسبورت. الباسيف في منه السيمبل ديفيوجن اللي ما بيحتاجش اي كاريرز زي سواء الغازات او المواد الصغيره زي الووتر، ولا وممكن يكون فاسيليتيتد ديفيوجن زي مثلا اللي هي بتحتاج كاريرز سواء عن طريق التشانل بروتينز او وبيحتاج طبعا كارير. وقلنا الباسيف ده يا شباب ما بيحتاجش نو اي تي بي، ما بيحتاجش ايه؟ ما بيحتاجش اي تي بي. انما الاكتيف ترانسبورت ده اللي بيحتاج اي تي بي او بيحتاج طاقه يعني في صوره اي تي بي، وده بيكون طبعا وده لازم برضه بيلزم له كارير، تمام كده؟ طيب ده طبعا مش هنتكلم عنه لان ده انت هتضيف في الفيسيو. النهارده ان شاء الله بقى احنا هنختص بمين؟ هنختص بالفيزيكال ميدييتد ترانسبورت. يعني ايه فيزيكال ميدييتد ترانسبورت؟ هو النقل عن طريق باستخدام الحويصلات، ان في والله الماده اللي احنا عايزين ننقلها سواء ندخلها جوه الخليه او نخرجها بره الخليه، الماده دي لازم تكون جوه حويصله. حويصله يعني ايه يا شباب؟ يعني فيزيكال، تمام كده؟ طيب قلنا يا اما على حسب بقى انت على حسب الاتجاه بتاع الانتقال، هل انت هتدخل جوه الخليه فيبقى اسمه اندوسايتوزيس، ولا هتخرج بره الخليه فيبقى اسمه اكزوسايتوزيس، تمام كده؟ وعموما يا شباب ده فيديو كيو ار ده تقدر انت تعمل له سكان، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب عشان تقدروا ان انتوا تراجعوا، او هو يعني يعتبر فيديو كده مراجعه ان شاء الله تقدروا تتفرجوا عليه بعد ما نخلص الفيديو بتاع النهارده. طيب تعالى نبدا مع بعض الاندوسايتوزيس. اتفقنا خلاص يعني ايه اندوسايتوزيس؟ هو دخول الماتيريال اللي خارج الخليه الى جوه الخليه. طيب طبعا الاندوسايتوزيس في منه انواع، الانواع على حسب ايه بقى؟ واحد وانا بقول كده ان انت بتدخل مواد جوه الخليه، قال لي يا دكتور وانت هتدخل هل ماده صلبه ولا ماده سائله ولا هتدخل مواد معينه انت اللي بتختارها بنفسك؟ هقول له بناء على الثلاث حاجات اللي انت قلتهم دول انا هحدد ثلاث انواع للاندوسايتوزيس. اول حاجه عمليه اسمها الفاجوسايتوزيس اللي هي بالعربي اسمها البلعمه. ايوه اخدتوها في المناعه في الثانويه. البلعمه دي يا شباب ان انت بتبلع. هو الطبيعي يا شباب ان انت بتبلع الاكل ولا بتبلع الشرب؟ لا انا ببلع الاكل، والاكل ده حاجه صلبه. مش انت لما بتيجي تاكل كده بتبلع حاجات صلبه؟ بنقول ان انت بتبلع مثلا اللحمه، بتبلع الرز، دي كلها حاجات صلبه. يبقى الطبيعي ان انا لما اقول على الفاجوسايتوز ان احنا بنبلع ايه يا شباب؟ سوليد بارتكلز، مواد صلبه. شايفين العمليه بتحصل ازاي؟ الماده بتقرب كده ناحيه البلازما ميمبرين، وبعد كده بيطلع حاجات كده زوائد هنعرف اسمها دلوقتي، بعد كده تدخل جوه تتعبى ايه يا شباب؟ جوه حويصله. شايفين دي حويصله اهي، دي اسمها فيزيكال، وهنعرف اسمها وهنعرف خطوات الفاجوسايتوزيس دلوقتي، بس احنا هناخد كده فكره عامه. طيب انت قلت لي هنا انا باكل، ده كده الاكل. طيب انا برضو مع الاكل ساعات بشرب، يبقى هنا في الشرب. قال لك والله لو الخليه بتبلع سوائل او بتاخد سوائل، بتدخل جواها سوائل، في الحاله دي بنقول عليها البينوسايتوزيس، او بنقول عليها السيل درينكينج، اللي هو ان الخليه يعني بتشرب، الخليه بتبلع يعني بتشرب، اللي هي بتشرب ميه يعني، تمام كده؟ فطبعا بص شايف دي طبعا ده كل ده سوائل، اكسترا سيلولار فلويد، ده كله مش فراغ يا شباب، ده سوائل، والحاجات المربعات والنجوم والحاجات دي يا شباب هي حاجات او ماتيريال او مواد دايبه في الاكسترا سيلولار فلويد. فحرفيا انت لما بتيجي تبلع يا شباب، او لما الخليه بتيجي تشرب فلويد اللي هو البينوسايتوزيس، قال لك والله هي بتاخد سوائل ومعاها مواد مذابه كده، في مواد ذايبه بتدوب جواها، تمام كده؟ وفي الاخر برضو بيتكون فيزيكال، الفيزيكال دي جواها سوائل او سائل ودايب فيه مواد، تمام كده؟ العمليه دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها البينوسايتوزيس، تمام كده؟ طيب الحاجه الثالثه، لا انا بدخل حاجات معينه. ايه ده؟ بتختار يعني مثلا ادي الاكسترا سيلولار فلويد ودايب جواه نجمه ومربع ومش عارف حاجات من كده، قال لك انا هختار النجمه فقط، انا عايز ادخل النجمه فقط، عايز ايه؟ ادخل النجمه فقط. النجمه فقط هتدخل عن طريق ايه يا شباب؟ عن طريق الريسبتورز، تمام كده؟
عن طريق ريسبتورز. الريسبتورز دي هي بتبقى سبيسيفيك مستقبلات، مين اللي بيمسك في الريسبتور دي؟ النجمه فقط. يعني ما ينفعش المربع ده يمسك في النجمه، لا. ما ينفعش اي حاجه تانيه تمسك في الريسبتور، لا، هي النجمه. يعني طبعا النجمه دي بحكي يعني ايه، بحاول افهمكم. طبعا دي بتبقى مواد، يعني في مستقبلات لماده الجلوكوز مثلا، مستقبلات مش عارف لكذا، مستقبلات لكذا. يعني المستقبلات او الريسبتورز دي يا شباب بتبقى سبيسيفيك لماتيريال معينه، تمام كده؟ تمام. تيجي الماتيريال دي او الماده دي يا شباب وتمسك في الريسبتور، وبعد كده تدخل، وهنعرف الخطوات، وبرده بتكون فيزيكال، بتبقى اسمها كوتد فيزيكال، لان بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها في حاجه ماسكه كده من بره، هنبقى نعرف الحاجه دي اسمها ايه لما ناخد الخطوات بتاعت الحاجه دي، العمليه دي. طب العمليه دي اسمها ايه؟ قال لك العمليه دي بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق ريسبتور. الريسبتور دي يا شباب سبيسيفيك او متخصصه في لماده معينه، بيمسك فيها ماده معينه بس، فسمينا الموضوع ده ريسبتور ميديتد اندوسايتوزز. يعني ايه ترجمتها؟ قال لك الاندوسايتوزز اللي بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق الريسبتورز، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى كده لو قلت لك قول لي بقى انيوميريت التايبس بتاعت الاندوسايتوزز، هتقول لي والله ممكن الخليه تكون بتعمل عمليه دلعمه اسمها فاجوسايتوزز، او بتشرب اسمها بينوسايتوزز، او بتختار مواد معينه عن طريق الريسبتور فيبقى اسمها ريسبتور ميديتد اندوسايتوزز. طب تعالى نتكلم عن كل واحده بالتفصيل، واظن كده احنا ايه عرفنا كده فكره عامه عن كل واحده. اول واحده معانا شباب او اول نوع من الاندوسايتوزز عمليه اسمها الفاجوسايتوزز، او زي ما قلت لك كده كانك بتاكل، اللي هو السيل ايتنج، ان انت بتاكل حاجات صلبه، بتبلع حاجات ايه؟ صلبه. حرفيا بيقول لك انجولف، كلمه انجولف ان انت بتبلع، يبقى انجولف يعني ايه؟ بتبلع لارج بارتكلز باي ذا سيل اور انتو ذا سيل. يعني ايه؟ يعني انت بتبلع حاجات تدخلها جوه الخليه، تمام؟ طيب الحاجات دي زي ايه يا شباب؟ البكتيريا. يعني انت اخدت في الثانويه ان الخلايا البلعميه الكبيره بتبلع البكتيريات اللي هي الحاجات اللي هي البكتيريا والحاجات الضاره، تمام كده؟ سواء مايكرو اورجانيزم زي الفيروسز زي الفانجاي اللي هي الفطريات والفيروسات والبكتيريا والكلام ده كله، تمام؟ او مثلا يا شباب انت اخدت برضو ان الخلايا البلعميه دي، يعني مثلا نفترض مثلا حصل حاجه ايه؟ حصل انجري، اصابه، انت اتعورت مثلا، فطبعا التعوير دي في خلايا ماتت وخلايا اتبهدلت والكلام ده كله. طب احنا هننظف المكان ده ازاي؟ قال لك برضه بتيجي الخلايا البلعميه، تمام، وتروح على البقايا او الحطام او المناطق المتدمره، تمام كده، اللي هي بنقول عليها السيل ديبريس او السيل فراجمنتس، اللي هي البقايا بتاعه الخلايا الميته والديد سيلز. قال لك بتيجي الخلايا البلعميه وتبلع الكلام ده كله، لان دي كلها بالنسبه لي بقت ايه يا شباب؟ بقت مخلفات، بقت قمامه، تمام، احنا عايزين نتخلص منها، تمام كده. طيب اللي بيعمل العمليه دي مين؟ قال لك بيعمل انواع الخلايا زي الفاجوسايتس، تمام كده؟ فاجوسايتس اللي هي الخلايا البلعميه. طبعا الخلايا البلعميه في منها زي مثلا النيوتروفيل اللي هي الخلايا المتعادله، خدتوها في الثانويه، النيوتروفيل دي احد كرات الدم البيضاء اللي هي الدبليو بي سيز او الوايت بلاد سيل، تمام كده؟ اللي هي خلايا الدم الحمراء، تمام؟ ده نوع من انواع خلايا الدم الحمراء اللي هي اسمها الخلايا المتعادله، النيوتروفيل، تمام؟ وفي عندنا الخلايا اللي احنا خدناها في الثانويه اللي هي الخلايا البلعميه الكبيره اسمها الماكروفاج. حتى كلمه ماكرو ده يا شباب معناها كبيره، وفاج يعني بلعميه، يبقى ماكروفاج يعني ايه؟ الخلايا البلعميه الكبيره، بس كده، تمام كده يا شباب. طب ثانيه، هو عمليه الفاجوسيتوز بتحصل ازاي بقى؟ احكي لي خطوه خطوه. بص يا سيدي، اول حاجه بتيجي ايه؟ ادي ده سطح الخليه السيل ممبرين اهو يا شباب، شايفين السودو الفوسفوليبيد باي لير، وجوه ادي السيتوبلازم جوه يا شباب، وطبعا ده بره الاكسترا سيلولار فلويد او السائل اللي خارج الخليه، وطبعا في ايه؟ في حاجات دايبه اهي، بس في ايه يا شباب؟ لو لاحظتوا في بارتكل. البارتكل بقى زي ما اتفقنا يا اما بكتيريا يا اما مايكرو اورجانيزم يا اما خلايا ميته يا اما سيل فراجمنتس، اي حاجه من كده. المهم قال لك والله بيجي الاول السيل البارتكل ده يا شباب يمسك في السيل ممبرين. طيب بعد ما يمسك في السيل ممبرين، قال لك بيبتدي السيل ممبرين يعمل ايه؟ يعمل حواليه كده زوائد، شايفين؟ عمل دراعين حواليه، بيحاول يحوطه، بايه يا شباب؟ بيحوطه. طب هي الدراعات دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها سودو بوديا. اسمها ايه يا شباب؟ سودو بوديا. ايه السودو بوديا دي؟ اللي هي الاقدام الكاذبه، امتدادات كاذبه، يعني شبه الاقدام بس هي طبعا مش اقدام ولا حاجه، هي بس بتبقى امتدادات طالعه من السيل ممبرين. طب ثانيه، هو السيل ممبرين بيعمل الامتدادات دي ازاي؟ لو فاكر انا قلت لك في الفيديو اللي فات كان في حاجه اسمها السايتو سكيلتون. انا فاكر السايتو سكيلتون ده اللي هو الجهاز الهيكلي بتاع الخليه، اللي قلت لي ان هو ممكن يكون خيوط اسمها فيلامنتس، او ممكن تكون قنوات او انابيب كان اسمها ايه؟ تيوبيولز او مايكرو تيوبيولز. لو فاكرين انا قلت لك ان الفيلامنتس دي زي مين؟ زي الاكتين والمايوسين اللي انت اخدتهم قبل كده. الاكتين والمايوسين دول بيبقوا جوه الخليه يا شباب، وهم اللي بيعملوا السودوبوديا دي. يعني الاكتين والمايوسين تلاقيهم مرصوصين هنا كده،
وهم اللي بيعملوا بيدوا الشكل بتاع السودو بوديا ده يا شباب، تمام كده؟ تمام. طيب ثم بعد كده ايه اللي يحصل؟ قال لك شايفين يبتدي الاجزاء دي عماله تقرب من بعضها، الاطراف دي عماله تقرب من بعضها، تقرب 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 لحد ما يلزقوا، لحد الجزء ده ما يلزق ويدخل جوه الخلايا وينفصل، شايفين؟ اهو بقى انفصلت، الجزء ده انفصل، تمام؟ وعمل ايه يا شباب؟ وعمل فاكيول، كلمه فاكيول بتساوي كلمه فيزيكال، هي هي حويصله، تمام كده؟ تمام. واصبح دلوقتي ادي الفيزيكال يا شباب دخلناها جوه الخليه، وادي جواها مين؟ جواها البارتكل. طبعا مصيرها بعد كده انها بقى ايه؟ لو البارتكل ده حاجه ضاره يا شباب، او هو اكيد طبعا حاجه ضاره، هيروح يتحد مع حاجه اسمها اللايزوزوم. ايه اللايزوزوم دي؟ لو محدش يسمع عنها، هي عباره عن اورجانيل او حاجات بتبقى موجوده جوه الخليه بتمثل الجهاز الهضمي بتاع الخليه. يعني ايه؟ يعني احنا لو عايزين نكسر البتاع دي هنبعتها لللايزوزومات. اللايزوزومات بيبقى عندها انزيمات جواها كده، الانزيمات دي بتكسر اي حاجه، تمام كده؟ فتقوم الفاكيول دي تروح تمسك في اللايزوزومات عشان الانزيمات بتاعت اللايزوزومات يا شباب تطلع على الماده دي وتكسرها، تمام؟ اللي هو البارتكل ده ويكسره، تمام كده؟ يبقى تعالى نقرا بقى مع بعض اهو الستيبس او الخطوات بتاع الفاجوسايتوز. قلنا اول حاجه يا شباب هيجي السوليد بارتكل اللي هو باللون الاخضر ده، يمسك فين؟ يبند، يبند يعني يمسك، يمسك في السيل سيرفيس او يمسك في سطح الخليه من بره. ثم بعد كده هيتكون الامتدادات ده يا شباب. طب الامتدادات دي اسمها ايه؟ اسمها السودو بوديا، هي عباره عن سيل بروسيسز او اكستنشن، امتدادات. يبقى السيل بروسيس يعني ايه؟ يعني امتدادات اكستنشن طالعه من السيل ميمبرين، اسمها ايه؟ الاقدام الكاذبه او السودو بودي. اتكونت بسبب ايه يا شباب؟ بسبب ان في المفروض هنا هنا بيبقى الطبيعي ان الاكتين والمايوسين يبقوا موجودين هنا يا شباب، تحت ايه؟ تحت يعني تحت السيل ميمبرين على طول. فاول لما بيحسوا بيه ان البارتكل مسك هنا يا شباب، يبتدي ان هم يتحركوا ويكونوا ايه؟ ويخلوا السيل ميمبرين يتحرك عشان يكون السودو بوديا. يبقى السودو بوديا اتكونت بسبب موبلايزيشن اوف اكتين اند مايوسين، تمام؟ في السيتوبلازم الاكتين والمايوسين هم اللي بيتحركوا ويكونوا ايه؟ ويكونوا السودو بوديا. ثم بعد كده قال لك الطرفين ده، هم شايف الطرف ده والطرف ده، يفضلوا يقربوا من بعض، يقربوا يقربوا لحد ما يتحدوا، يقوم يحصل فيوجن. فيوجن يعني ايه؟ يعني اتحاد، اتحاد السيل بروسيسز اللي هم دول يتحدوا مع بعض، تمام؟ عشان كده يبقى هم حرفيا بلعوا، بلعوا مين يا شباب؟ عملوا انجولف، يعني بلعوا البكتيريا مثلا او البارتكل ايا كان، وكده اصبح ايه يا شباب؟ دخلوه جوه السيتوبلازم، تمام كده؟ طيب قلنا الفاكيول دي اسمها ايه يا شباب؟ بنقول على الفاجوسيتيك فاكيول او الفاجوسيتيك فيزيكال. فاجوسيتيك ليه؟ لانها نتجت من عمليه فاجوسيتوزيس، تمام كده؟ تمام. ثم بعد كده مصير الموضوع ده ايه يا شباب؟ قلت لك الفاكيول دي يا شباب هتفضل ماشيه ماشيه لحد ما تقابل مين؟ لحد ما تقابل اي لايزوزوم. اللايزوزوم ده بيبقى جواه حاجه اسمها الدايجستيف انزيم او الانزيمات الهاضمه، او بنقول عليها البروتيوليتيك البروتيوليتيك انزيم او هيدروليتيك انزيم، كلها المهم انها انزيمات هاضمه، الانزيمات دي بتكسر اي حاجه تيجي عليها، تمام؟ فتقوم الفاكيول دي تتحد مع الانزيم او تتحد مع اللايزوم، فتقوم الانزيمات الهاضمه دي يا شباب تعمل ايه؟ تعمل دايجيشن او تهضم المحتوى بتاع الفاكيول، تمام كده؟ وتعمل ديستراكشن طبعا سواء للبكتيريا او للمايكرو اورجانيزم او للاستراكشر او البارتكل اللي موجود جوه الفاكيول دي، تمام كده يا شباب؟ يبقى كده فهمنا الفاجوسيتوزيس. طيب جميل قوي، انا عايزك يا شباب وانتوا بتذاكروا ما تقعدوش تحفظوا صم كده، ما تحفظوش كلمه بكلمه، احفظ انت كده، بص على الصوره واعرف زي ما انا شرحت لك على الصوره كده، انت احفظ بالعربي عادي، قول زي ما كده زي ما انا بقول، وبعد كده لما تيجي تسمع لنفسك او تكتب اكتب الكلمات المهمه، يبقى تعرف مثلا ان بيحصل بيندنج، ثم بعد كده السودوبوديا بتتكون، ثم بعد كده بيحصل فيوجن، ثم بعد كده بيحصل دايجيشن. يبقى انت حفظت كده كام كلمه؟ اربع كلمات اهو، وهم هيعرفوني الباقي طالما انا فاهم، تمام كده؟ طيب تعالى للنوع الثاني. قال لك النوع الثاني زي ما اتفقنا اسمه البينوسايتوزيس او فلويد فيز بينوسايتوزيس، لان احنا حرفيا بنشرب او بندخل جوانا سوائل، فبنسميه السيل درينكينج او ان الخليه بتشرب. قال لك والله ده الموضوع ده حرفيا، هو انت لما بتيجي تشرب يا شباب طبعا الميه بتاعتنا كده بيبقى فيها مينرال وبيبقى فيها معادن وحاجات، هل انت بتميز؟ لا، انت بتشرب كل حاجه عادي، يعني بتشرب كله على بعض. فبيقول لك والله كذلك الخليه، الخليه وهي بتشرب بتشرب الاكسترا سيلر فلويد بالمحتوى اللي جواه كله، تمام؟ طب العمليه دي يبقى يا شباب سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ هل هي بتختار حاجه معينه ولا بتبلع كله؟ لا بتبلع كله، يبقى مش متخصصه لحاجه معينه؟ اه، يبقى اسمها نون سبيسيفيك انجيشن. اسمها ايه؟ نون سبيسيفيك انجيشن. نون سبيسيفيك ليه؟ لان شايفين هي بلعت حاجات باللون الازرق واللون الاحمر واللون البرتقاني، بلعت حاجات بتبلع كله حرفيا، اللي بيجي قصادها بتبلعه، تمام كده؟ فهي ما بتختارش حاجه معينه، فعشان كده بنقول عليها يا شباب نون سبيسيفيك انجيشن، معناها انها بتشرب، تمام كده؟ تمام. بتدخل الموضوع ده جوه فيزيكال برضه يا شباب، بتبقى فيزيكال صغيره، تمام؟ سمول فيزيكال، تمام؟ طيب الموضوع ده بيحصل بقى لو فاكرين الفاجوسيتوزيس، قلت لك بيحصل في النيوتروفيل اللي هي الخلايا المتعادله والخلايا البلعميه الكبيره اللي هي الماكروفاج. طب هل البينوسيتوز بيحصل في خلايا معينه؟ قال لك لا، ده بيحصل في جميع انواع الخلايا، تمام؟ يبقى البينوسايت يا شباب بيحصل فين؟ في اول تايبس اوف سيل، يعني في كل انواع الخلايا. طب بيحصل ازاي؟ قال لك والله في الاول بيحصل سمول انفاجينيشن اوف ذا سيل ميمبرين. يعني ايه كلمه انفاجينيشن؟
بص ادي السلم برين اهو، بتيجي حته كده في منطقه في السلم برين وتروح نازله لتحت، شايفين؟ يبقى المنطقه ده هي يا شباب نزلت لتحت، شايفين نزلت لتحت ازاي؟ اهو نزلت لتحت، تمام كده؟ تمام، بقت نازله لتحت كده، دي اسمها انفاجينيشن. انفاجينيشن انها الحاجه السطح كده ينزل، شايفين السلم برين بدل ما وراح نازل لتحت، الحته دي بنقول عليها انفاجينيشن، تمام كده يا شباب؟ يبقى حصل سمول انفاجينيشن، تمام كده؟ وبعد كده بتيجي الاطراف بتاعته يا شباب، الطرفين دوماتي يفضلوا يقربوا من بعض، يقربوا من بعض لحد ما يتحدوا، ويقوم تنفصل الانفاجينيشن الصغير ده، ينفصل يلتئم كده وينفصل، ويتحول الى ايه يا شباب؟ يتحول الى سمول فيزيكل، تمام كده؟ تمام. سمول فيزيكل جواها مين يا شباب؟ جواها سوائل وحاجات بقى دايبه جوه السائل بتاع الاسترا سيلفرويد ده، تمام؟ يبقى بيقول لك اهو بيحصل في الاول بيحصل سمول انفاجينيشن ثم في السلم برين، بعد كده بتتحد الاطراف بتاعت السلم برين وينتراب. انتراب يعني ايه يا شباب؟ يعني يحتوي على داخله او يبقى جواه اكسترا سيلولر فلويد، وجواه بقى المعادن والايونز والحاجات الدايبه جواه، تمام كده؟ ثم بعد كده قلت لك بينفصل عن السيل ميمبرين ويكون ايه يا شباب؟ ويكون الفيزيكل. الفيزيكل دي ناتجه عن ايه؟ زي الفاجوسيتوز كنا بنقول عليه الفاجوسيتيك فاكيول، هنا هنقول على البينوسيتيك فيزيكل، هنقول على ايه؟ بينوسيتيك فيزيكل، لانها فيزيكل اتكونت نتيجه عمليه بينوسيتوزيس، تمام كده؟ فنقول عليها بينوسيتيك فيزيكل، تمام كده؟ او بينوسيتوتيك فيزيكل، تمام كده؟ بينوسيتوتيك فيزيكل. طيب بعد كده البينوسيتوتيك فيزيكل هتعمل ايه؟ قال لك برضه نفس الفكره، هتروح تتحد مع اللايزوزومات، ولو جواها حاجه عايزين نكسرها بتتكسر، تمام؟ طيب هل شرط يا شباب البينوسيتوز؟ افرض يا عم، طب افرض هي جواها حاجات بالنسبه لي مفيده، هعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي بيقول لك بص، ساعات البينوسيتوتيك فيزيكل يا شباب بتدخل من هنا، بيقول لك لو البينوسيتوتيك فيزيكل اتحركت وراحت تاني، ممكن هي تروح تاني تتحد مع مين؟ مع السيل ميمبرين، يعني هي نفسها بعد ما دخلت ممكن هي تاني تتجه وتروح للسيل ميمبرين وتتحد مع السيل ميمبرين، تقوم لما تتحد مع السيل ميمبرين يا شباب بعد كده بص، هيبقى ده السيل ميمبرين اهو، لما اتحدت مع السيل ميمبرين عملت ايه؟ اتفتحت تاني على بره، فالكونتنت اللي جواها برضه طالعه بره تاني، تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا البينوسيتوز ممكن بعد ما تدخل يا شباب تروح تاني تتحد مع السيل ميمبرين، تمام؟ فيوز تو البلازما ميمبرين اوف ذا اذر سايد، بس طبعا مش نفس المكان، هتروح لمكان تاني، تمام كده؟ عشان تريليز الكونتنت بتاعها اوت وتخرج المحتوى بتاعها. طيب يبقى اذا الفكره، طب ايه يبقى احنا عملنا ايه؟ ايه الفايده بقى؟ قال لك ما انت هتنقل، يبقى انت كده بتنقل الحاجه من ناحيه لناحيه تانيه، تمام كده يا شباب؟ تمام. والعمليه دي ساعتها بنقول عليها ايه؟ ترانس سايتوزيس. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك انت بتنقل من اليمه دي لليمه الثانيه، تمام؟ المفروض يعني لو هتتجه هي هتتجه للسيل ميمبرين من الناحيه الثانيه، يعني تعالى مثلا اضرب لك مثال، ادي الخليه يا شباب. الخليه مثلا في الناحيه دي اتكون بينوسيتوزيس اهو، بينوسيتوتيك فيزيكل. احنا السوائل اللي هنا دخلناها جوه ايه؟ هنا، تمام؟ قال لك دي تفضل ماشيه 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 عشان تنقل ايه؟ تنقل هنا، تفتح هنا، تمام؟ ويقوم الكونتنت بتاعها يطلع هنا. فيبقى انت نقلت من الناحيه دي للناحيه دي، فالعمليه دي اسمها ايه؟ ترانس. قلت لك ترانس يعني ايه؟ ان انت بتنقل من ناحيه لناحيه ثانيه، ترانس سايتوزيس اللي هو الانتقال عبر الخليه، تمام كده؟ معلش، تمام كده يا شباب؟ تمام. زي ما الكلام ده بيحصل امتى يا شباب؟ بيحصل في اماكن زي البلاد فيزل اللي هي الاوعيه الدمويه، الارترز والفينز والكلام ده، تمام كده يا شباب؟ يبقى ادي كده ثاني عمليه او ثاني نوع من الاندوسايتوزيس يا شباب اللي هو البينوسايتوزيس، فهمنا بيحصل ازاي؟ طب جميل. بعد كده تعالى للنوع الثالث، وده بقى النوع المهم جدا واللي بيتسال فيه كتير، واللي هو يعتبر خطواته كتيره، بس انا هخليك تحفظها بسهوله جدا، مش عايزك تحفظ الكلام كده يعني ايه بالحرف، لا انت تحفظ زي ما انا هقولها لك دلوقتي. النوع الثالث اتفقنا ان احنا بنختار مواد معينه، ازاي هنختار مواد معينه؟ عن طريق الريسبتور، فسمينا النوع ده يا شباب سميناه ايه؟ الريسبتور ميديتد اندوسايت، ان احنا بندخل مواد عن طريق الريسبتورز، تمام؟ لان احنا بنختار مواد معينه. طيب قال لك الموضوع ده، طب بما انك بتختار مواد معينه يبقى انت سيلكتيف. سيلكتيف يعني ايه؟ يعني انت اللي بتختار. يبقى اذا العمليه دي يا شباب هايلي سيلكتيف، يعني بص لها اختياريه عاليه، احنا بنختار وبندقق وعايزين الحاجه الفلانيه فقط، تمام كده يا شباب؟ مش عايزين اي حاجه ثانيه غير الحاجه اللي احنا عايزينها بس، تمام كده؟ طيب بتحتاج العمليه دي يا شباب ريسبتورز طبعا، وطبعا الليجند، الليجند دي اللي هي الماده اللي هتمسك في الريسبتور، فاكر انا من شويه قلت لك ايه؟ الريسبتور وكان في نجمه بتمسك في الريسبتور. النجمه دي يا شباب اسمها الليجند، اللي هي الماده اللي بتروح تمسك في الريسبتور، تمام؟ فهمنا يعني ايه ليجند ويعني ايه ريسبتور؟ يبقى انت لازم عشان العمليه دي تحصل لازم يكون عندك ليجند اللي هي الماده اللي انت عايز تدخلها جوه، ولازم يكون عندك ريسبتور يكون سبيسيفيك او متخصص ان هو يمسك في الليجند دي، تمام؟ مش متخصص لماده ثانيه، لان هو لو متخصص لماده ثانيه مش عارف يمسك في الماده دي، تمام كده يا شباب؟ طيب ازاي بقى الموضوع بيحصل؟ سيبك بقى من الكلام ده كله، الدش ده كله انا هحفظه لك، تعالى هنا. الكلام كله انا هحفظه من على الرسمه دي. طيب بص يا سيدي، مبدئيا كده احنا زي ما اتفقنا، تعالى نرجع هنا بسرعه. مبدئيا كده بصفه عامه احنا اتفقنا ان احنا عندنا ريسبتور اهو يا شباب، واحنا عايزين نمسك في ماده معينه، نفترض مثلا الكور اللي باللون الازرق، مش عايزين ندخل الكور اللي باللون الاحمر. فلو ركزت كده على كل ريسبتور، شايف
كل الريسبتور ماسكه في حاجات ايه، كور لونها ازرق فقط، تمام، انما الكور الحمراء دي مش ماسكه في اي ريسبتور، تمام. ولما جينا دخلنا شايف دخلنا ايه، دخلنا لسه الريسبتور ماسكه في مين، ماسكه في الكور اللي باللون الازرق، تمام كده. طيب قال لك العمليه دي اسمها ايه، الريسبتور ميديت اندوسايتوزيس، تمام. طب عايزين نعرف بقى خطوه خطوه، تعالى يا سيدي تعالى في الرسمه دي هتعرف خطوه خطوه، هحفظها لك. بيقول لك في الاول احنا عندنا ادي السيل ميمبرين وعليه ريسبتور اهي، شايفين الريسبتور يا شباب اللي باللون الاصفر دي، الريسبتور اهي واقفه تمام مفيش مشكله. جت في ليجند او في ماده معينه، الخليه محتاجه الماده دي، محتاجه الماده دي بس مش محتاجه اي ماده تانية، فبالتالي قال لك الماده دي هتروح تمسك في مين يا شباب، في الريسبتور ده هم، لان الريسبتور دول متخصصين للماده دي، تمام كده. طيب بعد ما مسكوا في الريسبتور ايه اللي يحصل، قال لك المنطقه دي يا شباب هيحصل هتلاقيها نزلت لتحت، المنطقه بدات ايه تنزل لتحت، تمام. فقامت لما نزلت لتحت عامل زي حفره كده، الحفره دي بنقول عليها بت، بت يعني ايه يا شباب، يعني حفره، تمام. بس خد بالك الحفره دي لما نزلت لتحت لقينا انها في حاجات كده، في بروتينات جات وبدات انها ايه تلزق في السطح الداخلي للحفره، شايفين الحفره بقت عامله كده اهو، وبقى في مواد هنا، في 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 بروتينات ماسكه هنا. ايه البروتينات دي يا شباب؟ قال لك البروتين ده اسمه ايه؟ اسمه اللهم صل على النبي، اسمه ايه؟ الكلاثرين، اسمه ايه؟ الكلاثرين. يبقى البروتين ده اسمه ايه يا شباب؟ الكلاثرين، كلاثرين. يبقى تاني، طب والحفره اسمها ايه؟ اسمها بت. يبقى الكلاسترين ده يا شباب كانه مغلف او عامل زي جاكيت كده، كان الحفره دي يعني ايه لابسه جاكيت كده، فبنقول على المنطقه دي اسمها كوتد بت، اسمها ايه؟ كوتد بت. بت ليه يا شباب؟ لانها حفره. وكوتد ليه؟ لانها متغلفه من جوه بايه؟ ببروتين اسمه الكلاسترين. طيب ماشي اهو، شايفين الكلاسترين اهو، وادابتور بروتين ما علينا بيجوا الاثنين يمسكوا مع بعض، المهم تبقى عارف كلمه الكلاسترين ده، الكلاسترين ده يجي يروح يمسك فينا يا شباب، يمسك على البت من تحت كده، فتتحول اسمها يبقى اسمها ايه؟ اسمها كوتد بت. ثم بعد كده قال لك بيبتدي بقى ايه الاطراف دي تقرب من بعضها، تقرب من بعضها لحد ما يبقى شكلها عامل كده، شايفين بقت مقفوله كده يا شباب، تمام، بقت شكلها كده، اول ما تنفصل هتنفصل وتكون ايه يا شباب، وما اسمهاش بت بقى، يبقى اسمها فيزيكال، يبقى كونت حويصله. بس خد بالك الحويصله لسه يا شباب متحوطه بايه، بالكلاسترين، فيبقى اسمها كوتد فيزيكال، اسمها ايه؟ كوتد فيزيكال، تمام كده. تمام. طيب ثم بعد كده ايه اللي يحصل، قال لك خلاص بقى احنا مش محتاجين الكلاسترين ده، فالكوتد فيزيكال دي يا شباب الكلاسترين ده يسيبها ويمشي، فاصبح كده بقت ايه، ان كوتد. ان كوتد يعني ايه؟ ان كوتد يعني ايه يا شباب؟ يعني الكلاسترين اللي كان ماسك فيها سابها ومشى، تمام كده؟ تمام. واصبح دلوقتي هي عباره عن ايه؟ عباره حرفيا عن فيزيكال جواها ريسبتور والريسبتور ماسكه في الماده، يبقى احنا دلوقتي عندنا ادي الفيزيكال وجواها ريسبتور والريسبتور دي ماسكه في ماده، تمام كده؟ طب عايزين نعرف مصيرها ايه بقى يا شباب؟ قال لك مصيرها حاجه من اتنين. بص الريسبتور بالنسبه لي حاجه مفيده، ده بتاعتي انا اللي جايبها، فبالنسبه لي انا محتاج ان انا اعمل لها اعاده تدوير، فبيقول لك ان الريسبتور دي يا شباب اه بص بيقول لك بتيجي بتمسك في حاجه اسمها الاندوسوم. ايه يا عم الاندوسوم ده تحديدا؟ يعني حاجه اسمها الايرلي اندوسوم. في عندنا اورجانيل كده يا شباب هناخده قدام ان شاء الله اسمه الاندوسوم. الاندوسوم ده في منه نوعين، في حاجه اسمها الايرلي اندوسوم وحاجه اسمها الليت اندوسوم، هنبقى نعرف الفرق ما بينهم دلوقتي قدام يعني لما ناخد الاورجانيل. المهم ان هو بيقول لك ان الان كوتد فيزيكال اللي بعد ما الكلاسترين سابها يا شباب هتروح تمسك في مين؟ في الايرلي اندوسوم. وبعد ما تمسك في الايرلي اندوسوم قال لك الايرلي اندوسوم ده يا شباب الوسط جواه بيبقى اسيديك، بيبقى وسط حامضي، بيبقى وسط ايه؟ حامضي. قال لك خد بالك انت الفيزيكال ده لو تركز اهو كان الريسبتور الماسك في الليجند بتاعته، قال لك بسبب ان هو بيروح يمسك او بيندمج، يعني الفيزيكال ده يا شباب بتندمج مع مين؟ بتندمج مع الايرلي اندوسوم، والايرلي اندوسوم الوسط جواه حامضي، يقوم الوسط الحامضي ده يا شباب يخلي الريسبتور يسيب من الماده، شايفين يتحول كده تبقى اه بص الريسبتور بقى لوحده والماده بقت لوحدها، يبقى سابوا من بعض، يبقى العمليه دي بنقول عليها ايه؟ ديسوشيشن. ديسوشيشن يعني بنعمل انفصال، انفصال يعني ايه يا شباب؟ يعني ديسوشيشن بتفصل الريسبتور عن الليجند، تمام. طب ليه انفصلوا؟ بسبب الاسيديك ميديوم او الوسط الحامضي اللي موجود جوه مين؟ جوه الايرلي اندوسوم، تمام كده. ثم بعد كده ايه اللي يحصل يا شباب؟ قال لك دلوقتي حرفيا بقى عندنا الفيزيكال جواها الليجند لوحدها والريسبتور لوحده. تفتكر انا محتاج اتخلص من مين يا شباب؟ قال لك الليجند ده بالنسبه لي مفيده، لا ده الليجند ده احنا عايزين نرجعها تاني عشان تشتغل تاني، فبيقول لك ان الريسبتور يا شباب بترجع تاني للسيل ميمبرين تاني عشان تشتغل تاني، فالعمليه دي بنقول عليها ريسايكلينج، اي ريسبتور ريسايكلينج، بنعمل اعاده تدوير، بناخدها تاني عشان نستخدمها تاني، تمام كده يا شباب. طب اتبقى عندي مين؟ الليجند. الليجند دي بقى يا شباب قال لك لو انت عايز تتخلص منها، لو انت عايز ايه بالنسبه لك مواد ضاره، لو انت عايز تكسرها، قال لك في الحاله دي بعد بدا الايرلي اندوسوم ده يا شباب هيقوم يتحول الى حاجه اسمها الليت اندوسوم،
اسمها ايه؟ الليت اندوسوم. ويقوم الليت اندوسوم ده يروح يمسك في اللايزوزومات، يندمج مع اللايزوزومات، واللايزوزومز يا شباب جواها الانزيمات زي ما اتفقنا اللي بتكسر، فالقوم الانزيمات بتاعت اللايزوزوم تكسر المواد اللي انت عايز تكسرها، تمام كده؟ طيب بس خد بالك، طب ما ممكن يا عم الليجند دي ما تكونش حاجه انا عايز اكسرها، طب افرض هي كانت حاجه انا عايز استفيد بيها وعايز اخرجها بره الخليه، تمام؟ يعني عايز انقلها من هنا واوديها هنا. قال لك في الحاله دي خلاص، يبقى انت والله نفس الفكره، هتيجي برضه هنا توصل للايرلي اندوسوم، هيفصل لك الريسبتور لوحدها والليجند لوحدها. الريسبتور هترجع كده كده لازم هترجعها تاني لمين؟ للسيل ميمبرين، السيل ميمبرين عشان تعمل ايه؟ تعمل ريسايكلينج وتستخدمها تاني. طب بالنسبه للليجند، قال لك خلاص يا عم هتطلع فيزيكل، والفيزيكال دي تطرح تروح عند مين؟ عند السيل ميمبرين، تتحد مع السيل ميمبرين وتقوم تفتح وتطلع ايه؟ وتطلع الكونتنت بتاعها لبره، بس كده، مفيش اي مشكله، تمام كده يا شباب؟ تمام، حفظت الخطوات، تعال هقراها معاك تاني عشان تركز. بص يا سيدي، قلنا الاول هنبدا بيها يا شباب ان الليجند هتروح تمسك بند في الريسبتور، تمام؟ الليجند دي ممكن تكون بروتين، ممكن تكون هرمون، ايا كان، هتروح تمسك في السبيسيفيك ريسبتور بتاعها اللي هو الريسبتورز او المستقبلات بتاعتها. اللي موجوده فين الريسبتورز دي؟ موجوده فين يا شباب؟ موجوده على السيل سيرفيس من بره. ثم بعد طبعا اول ما الريسبتور ده الريسبتور اهو، لما الماده لما الليجند تمسك في الريسبتور فبنقول عليها الليجند ليجند ريسبتور كومبلكس. كومبلكس ليه؟ لانها بقت مركب معقد بيتكون من حاجتين، الليجند والريسبتور، لان هم ماسكوا ببعض، تمام كده؟ فبنقول عليها ليجند ريسبتور كومبلكس. طيب بعد كده قلت لك ايه؟ اول ما يتكون الليجند والريسبتور كومبلكس ده يا شباب هيتكون حفره، يتجمعوا اجريجيتس. اجريجيتس يعني يتجمعوا جوه ايه؟ جوه شالو انفاجينيشن. قلت لك اي حاجه او اي انخفاض في السيل ممبرين يا شباب ده اسمه ايه؟ انفاجينيشن، حفره في السيل ممبرين. الحفره دي او اللي بنقول عليها الانفاجينيشن قال لك هنسميها البت. بس البت دي يا شباب قلت لك هتبقى مبطنه من جوه كده، هيجي ايه؟ في بروتين كده يا شباب في السيتوبلازم اسمه الكلاسرين. الكلاسرين ده هيروح يمسك في السطح الداخلي للبت او للانفاجينيشن ده، فيبقى اسمها كوتد بت. اسمها ايه يا شباب؟ كوتد بت. يبقى طب ايه الكلاسرين ده؟ قلت لك هو عباره عن بروتين موجود فين؟ موجود في السيتوبلازم، وهو بيبقى عباره عن سبايني فايبروس سيتوبلازم، ده الوصف بتاعه، سبايني فايبروس سيتوبلازم بروتين بنقول عليه اسمه الكلاسرين. المهم الاسم، اهم حاجه الاسم، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، بعد كده ايه اللي يحصل؟ قلت لك الكوتد بت يا شباب تفضل عماله تنزل لتحت، تنزل لتحت، وطبعا السطحين دول بيقربوا لبعض، تنزل لتحت لحد ما السطحين دول خلاص قربوا لبعض جامد، شايفين؟ لحد ما ينفصلوا خالص بقى، شايفين اهو انفصلت خالص اهي، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى بيقول لك اهو الكوتد بت عماله كونتينيو تو جو ديب، عماله تنزل لتحت، تنزل لتحت في السيتوبلازم لحد ما تنفصل تماما عن مين؟ عن السيل ميمبرين، ويبقى اسمها ايه يا شباب في الحاله دي؟ بقت حويصله، فبقى اسمها الكوتد فيزيكال. طب ليه بقول عليها كوتد؟ ما هو لسه يا عم الكلاسرين ماسك عليها من بره، الكلاسرين لسه ايه؟ ماسك من بره، هنا كان في كلاسرين اهو يا شباب، والكلاسرين لما ينفصل لسه الكلاسرين ماسك عليها من بره. طيب بعد كده قال لك والله خلاص بقى بعد ما انفصلت المفروض ان احنا مش محتاجين الكلاسرين، فيقوم الكوتد فيزيكال بتفقد الكلاسرين كود، يقوم الكلاسرين ايه يا شباب؟ يسيبها ويمشي، واصبح الفيزيكال بقت ايه؟ عريانه كده من غير كلاسرين، تمام كده؟ الفيزيكال ايه؟ عريانه من غير كلاسرين. طب ايه اللي يحصل لها؟ قال لك بتتحد مع مين؟ مع الايرلي اندوسوم. طب ليه يا شباب؟ ايه الفكره؟ قال لك لان الايرلي اندوسوم ده يا شباب قلت لك الوسط بتاعه ايه؟ اسيدك، او بيقول لك الاسيدك انتيريور، او الوسط الداخلي بتاع او جوه الوسط جوه الايرلي اندوسوم يا شباب بيكون وسط حامضي، تمام كده؟ فيقوم يعمل ديسوشيشن او ديسوشيت، يعني يفصل الليجند من الريسبتور، بدل ما كانوا ماسكين في بعض هيفصلهم بقى، يبقى الريسبتور لوحده والليجند لوحدها، تمام كده؟ تمام. ثم بعد كده يفضل الايرلي اندوسوم ده عمال ينزل لتحت، ينزل لتحت، عمال بقى بيغطس جوه السيتوبلازم، بينزل لتحت، تمام كده؟ لحد ما هيقابل مين يا شباب؟ على حسب بقى، قال لك على حسب انت، على حسب ايه يا شباب؟ قال لك على حسب انت محتاج تتخلص من الماده دي، يعني هل هي الماده اللي جوه الفيزيكال دي ماده ضاره انت محتاج تتخلص منها تكسرها، ولا ماده انت عايز تنقلها بس من ناحيه لناحيه ثانيه؟ قال لك على حسب هنا بقى يا شباب، قال لك والله لو كانت ماده ضاره، بالمناسبه احنا كده كده زي ما اتفقنا احنا قلنا ايه؟ الريسبتور هيحصل لها ايه؟ الريسبتور هيحصل لها ريسايكلينج، ابو بيقول لك ايه؟ الريسبتور موف باك، هترجع ثاني للسيل ميمبرين عشان استخدمها ثاني اللي هي عمليه الريسايكلينج. طب والليجند؟ قلت لك على حسب، انت لو هي ماده ضاره هتوديها لمين يا شباب؟ للليت اندوسوم، وبعد كده الليت اندوسوم ده ياخدها لمين؟ ياخدها لللايزوزوم، ويقوم اللايزوزوم يعمل ايه؟ ديجريديشن. ديجريديشن يعني ان هو يكسرها، تمام كده؟ او بيقول لك الليجند مي هاف ديفرنت فيتس، يعني لها كذا مصير على حسب الماده. لو انت محتاج تكسرها يبقى هتاخدها لمين؟ الايرلي اندوسوم ده هياخدها ويروح للليت اندوسوم، والليت اندوسوم يوديها لمين؟ لللايزوزوم، يقوم اللايزوزوم يكسرها بالانزيمات بتاعته، تمام كده؟ طب افرض يا عم انا مش عايز اكسرها، ده انا عايز انقلها من مكان لمكان تاني. قال لك على دي، قال لك والله بيبقى الماده هتروح تتجه للمكان اللي انت عايز تخرجها منه، وريليزد انترنالي
and receptor are recycled to the cell membrane. تمام كده؟ ده مصير ثالث. المصير الثالث اهو يا شباب، بيقول لك طب بص احنا قلنا ايه ممكن نكسرها لو عايزين نخرجها المكان ده، او بيقول لك الفيزيكال موف تو اند ديفيوز ويز انذر سيل سيرفيس، او تروح لمكان ثاني وتتحد مع السيل ممبرين في الناحيه الثانيه، والليجند ار ريليزد اجين اوتسايد ذا سيل وتخرجها بره الخليه. في الحاله دي بنقول عليها ترانس سايتوزيس. تمام كده؟ احنا لسه قايلين من شويه ايه زي في البينوسايتوزيس كده، مش كان بيحصل حاجه اسمها ترانس سايتوزيس؟ هنا برضو ممكن يحصل ترانس سايتوزيس. تمام كده؟ تمام. طب في مصير ثالث؟ ايوه، قال لك في مصير ثالث ان انت مثلا الماده دي يا شباب بعد ما كونتها، او في مصير ثالث هرسمه لك هنا، المصير الثالث ايه؟ قال لك ان الماده دي انت ممكن ترابشر الفيزيك، يعني الماده دي احنا عايزينها جوه الخليه، فتربشرها وتخلي الماده دي تطلع في السيتوبلازم. تمام كده؟ يبقى المصير التالي، يبقى انت كده الماده يا اما تكسرها باللايزوزومات، يا اما تخرجها بره الخليه، يا اما تخلي الفيزيكال دي ترابشر او تفرقع وتطلع الكونتنت بتاعها او المحتوى بتاعها جوه الخليه. تمام كده يا شباب؟ تمام. فبيقول لك اهو بيحصل ايه؟ ان الليجند ريليزد انترنالي، انها تخرج ايه؟ تخرج بره الحويصله وتبقى تنزل تدخل جوه السيتوبلازم، وتبقى جوه السيتوبلازم. تمام كده؟ تمام. والريسبتور زي ما اتفقنا ترجع كده كده، الريسبتور لازم هترجع تاني دي السيل ممبرين عشان يحصل لها ريسايكلينج. تمام كده يا شباب؟ اظن كده عدناها مرتين، فانت لازم تكون حفظتوها، والرسمه دي هتسهل لك كل حاجه. طيب اخر حاجه في عندنا بقى كلينيكال كورليشن كده يا شباب، بما ان احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الريسبتور، واتفقنا ان الريسبتور دي يا شباب بتبقى سبيسيفيك لماده معينه. تمام؟ احنا عندنا في جسمنا يا شباب دي حاجه كلينيكال كورليشن كده، حاجه حته كلينيكال كده تبقى عارفها، في جسمنا حاجه اسمها الكوليسترول. الكوليسترول ده في منه انواع، في حاجه اسمها الكوليسترول النافع اسمه HDL، وحاجه اسمها الكوليسترول الضار اللي هو اسمه LDL، اللي بالمناسبه ال LDL ده شباب هو اللي بيعمل حاله اسمها تصلب الشرايين. كلنا نسمع عن الكلام ده، عارفين ان تصلب الشرايين بيجي عند الناس الكبيره. تمام؟ او تصلب الشرايين ده يا شباب بيحصل لما ال LDL ده اهي اللي هو الكوليسترول الضار يزيد في الدم. لما ال LDL تاني ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار لما يزيد في الدم يقوم يحصل ايه؟ تصلب شرايين. طيب جميل. قال لك طب ماشي يا عم، طب هو انا وانا صغير كده وكويس وجميل ما بيحصلش تصلب شرايين ليه؟ قال لك لان ربنا خالق لك ايه؟ خالق لك طول ما ال LDL ده يا شباب طب انا لما بيعمل تصلب شرايين لازم لما يكون تركيزه عالي في الدم. طب قال لك خلاص والله طالما احنا مش، لو انت عايز تحميني من التصلب الشرايين يبقى ال LDL ده مش عايزينه يبقى موجود في الدم، خلاص دخله جوه الخلايا، تحديدا الخلايا بتاعت الليفر اللي هي الخلايا بتاعت الكبد يعني. تمام كده؟ تمام. فقال لك طب هو بيدخل جوه الكبد ازاي؟ قال لك عن طريق ريسبتور، يعني في مستقبلات ال LDL ده بيروح يمسك في المستقبلات دي عشان المستقبلات دي تدخله جوه الخلايا بتاعت الليفر. تمام كده؟ طب افرض بقى يا عم، في طبعا المستقبلات دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن بروتينات، التركيب بتاع المستقبلات بيبقى بروتين. طب ما البروتين ده احنا عارفين من ايام الثانويه ان اي بروتين بيتصنع بيبقى له نسخه او ليه جينات على الدي ان ايه، صح كده؟ بيبقى له بنجيب نسخه من الجين عشان نصنع الريسبتور. طب افرض يا عم ان حصل خلل في الريسبتور، يعني ايه؟ يعني والله واحد عنده عيب في الجينات، عنده طفره، طفره اهو ميوتيشن، انا بكلمكم بالعربي زي ما خدته في الثانويه، واحد عنده طفره. تمام؟ الطفره دي في جيم في الجيم بتاع الريسبتور بتاع ال دي ال، تقوم الطفره دي يا شباب لما تيجي تصنع الريسبتور بتاع ال دي ال يقوم الريسبتور ده هيطلع بايه؟ بايظ. الريسبتور ايه يا شباب؟ تلفان. تمام كده؟ فيقوم الريسبتور ده يجي يمسك في ال دي ال ما يعرفش يمسك في ال دي ال. تمام؟ تقوم ال دي ال خلاص ما احنا مش عارفين ندخلها جوه الليفر. تمام؟ لانها لازم عشان تدخل جوه الليفر لازم تدخل عن طريق الريسبتور. طب لو الريسبتور بايظه يا شباب، لو الريسبتور بايظه ساعتها ال دي ال مش عارف يدخل جوه الليفر، وبالتالي ال دي ال هيزيد فين؟ هيزيد في الدم، يقوم يعمل ايه يا شباب؟ يقوم يعمل تصلب شرايين. تمام كده؟ طب الحاله دي بنقول عليها ايه يا شباب؟ لما ال دي ال ده اللي هو الكوليسترول الضار بيزيد في الدم بنقول عليها هايبر كوليستروليميا. طب تعالى نترجم الكلمه عشان تفهم، كلمه هايبر يعني عالي، هايبر ده اهي يعني لحد هنا يعني عالي، كوليسترول اللي هو الكوليسترول اللي هو ال دي ال اللي انا بقول لك عليه، ايميا يعني البلاد. يبقى يعني ايه بقى هايبر كوليستروليميا؟ ان ال LDL تركيزه عالي في الدم. تمام كده؟ طب يعني ايه كلمه فاميليال؟ فاميليال يعني نتيجه انها بتحصل نتيجه طفره جينيه. تمام كده؟ خلل في الجينات. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى اذا والله طبعا الموضوع ده بيبقى وراثي. تمام؟ لان طبعا الطفره ممكن تتورث، تلاقي العيله دي دايما عندهم ايه؟ تصلب شرايين. تمام كده؟ تمام. فبيقول لك والله ده عباره عن ديس اوردر او خلل، تمام، في الجينات. تمام كده؟ بينتقل باست داون ثرو فاميليز، يعني ايه؟ يعني تلاقي الاب بيورثه لابنه والابن بيورثه لابنه وهكذا، يعني ايه؟ حاجه وراثيه. تمام كده يا شباب؟ تمام. قال لك بيحصل بسبب ايه يا شباب؟ خلل في ال LDL، ال LDL باد اللي هي الباد كوليسترول اللي هي الدهون او الكوليسترول الضار يا شباب، الليفل بتاعها بيكون عالي. تمام كده؟ يبقى هي
الموضوع ده بيتسبب في حدوث ايه يا شباب؟ بيؤدي الى ان ال ال دي ال يبقى تركيزه عالي فين؟ في الدم. طب ليه بيبقى تركيزه عالي يا شباب؟ قال لك والله الموضوع ده اصلا بيبقى بدايه من ساعه الولاده، اللي هو تلاقي دايما الطفل الصغير ده يا شباب مولود عنده ال دي ال دايما عالي، فتلاقيه دايما بيمشي على ادويه وكده. ليه؟ لان هو مولود بيها، هي حاجه وراثيه، تمام كده؟ تمام. طبعا خد بالك تصلب الشرايين ده ان شاء الله لما تاخدوه بعد كده بيعمل هارت اتاكس في الايرلي ايجز، يعني تلاقي الشخص ده مثلا جاله سكته قلبيه، يعني ما تفهمش وهو سنه صغير، ما تفهمش ليه؟ لان هو عنده تصلب شرايين، وطبعا تصلب الشرايين ده بيعمل بلاوي بعد كده، تمام كده؟ ان شاء الله تبقى تاخدوها في الكارديو، ان شاء الله تبقى تسمعوني في الكارديو بقى في سنه تانيه باذن الله، او اشرح لكم ايه ال ال دي ال وازاي بيحصل تصلب شرايين والهارت اتاكس والكلام ده كله باذن الله، يعني ان شاء الله السنه الجايه. تمام. بعد كده قلت لك الموضوع ده بيحصل بسبب ايه يا شباب؟ قلت لك بسبب جينيتك ديفكت، خلل جيني، خلل جيني في تصنيع ال ال دي ال ريسبتور، تمام كده؟ ان الريسبتور ده بايظه، تمام كده؟ فيقوم ال ال دي ال مش عارف يدخل جوه الخليه، فيفضل تركيزه في الدم عالي، فيقوم يعمل تصلب شرايين ويعمل سكته قلبيه. طيب، او ممكن مثلا ديفكتيف ريسبتور ان ايبل تو بوند ال ال دي ال، او مثلا ان الريسبتور اتصنع يا شباب بس الريسبتور ذات نفسه مش قادر يمسك في ال ال دي ال، تمام كده؟ برضه نفس الفكره بسبب الجينيتك ديفكت، تمام؟ المهم ان في خلل في الريسبتور، فمش عارف يدخل ال ال دي ال جوه الخليه، فيقوم ال ال دي ال يزيد في الدم، فيقوم يعمل تصلب شرايين، فيقوم يعمل هارت اتاك، تمام كده؟ خلصنا، اظن كده فهمتوها اهو، تمام. طيب في مرض تاني قال لك ايوه نفس الفكره بقى، خد بالك احنا هنا اتكلمنا على الريسبتور بتاعت ال ال دي ال، طب ما في مواد كتيره قوي في جسمك وكلها مواد بتشتغل عن طريق الريسبتور، زي مثلا حاجه زي الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو، تمام؟ هرمون النمو ده يا شباب عشان يشتغل ويخليك تنمو بقى وجسمك يزيد ويكبر وكده، برضه لازم يشتغل عن طريق ايه؟ ان هو بيروح يشتغل او بيمسك في ريسبتور عشان يشتغل على الخليه، الخليه دي لازم بيمسك فين؟ في ريسبتور، تمام كده؟ فلو الريسبتورز بتاعت الجروس هرمون بايظه، ساعتها الشخص ده ايه؟ الجروس هرمون عنده مش هيشتغل، وبالتالي الشخص ده طبيعي ايه اللي هيحصل له يا شباب؟ مش هينمو، وطالما مش هينمو هيحصل له ايه؟ هتلاقي الشخص ده عنده حاجه اسمها لو اطفال اسمها القماءه، تمام؟ اللي هي اسمها دوارفيزم، تمام؟ يبقى اذا يا شباب بيقول لك في برضه في امراض كتيره بتحصل نتيجه ديفكتيف ريسبتور او في خلل في الريسبتورز، زي على سبيل المثال زي ما اتفقنا في نوع من انواع الدوارفيزم او القماءه اللي بيحصل نتيجه نون فانكشننج جروس هرمون يا شباب ريسبتور، ان الريسبتورز بتاعت الهرمون النمو مش شغاله او في خلل فيها فمش عارفه تشتغل، فيقوم الجروس هرمون ده حرفيا مش عارف يشتغل، وبالتالي هتلاقي الشخص ده او الطفل الصغير ده يا شباب مش بينمو، تمام؟ فبيقول لك الحاله دي اهو، بيقول لك ان الجروس هرمون بيفرز عادي جدا، يعني الولد ده الغده اللي بتفرز الجروس هرمون اللي هي الغده النخاميه بتطلع الجروس هرمون عادي جدا اهو، الجلاند اللي هي البيتيوتر جلاند بتبروديوس ريسبكتيف هرمون، بتطلع الهرمون عادي جدا، ولكن الفكره كلها في التارجت سيل، الخلايا اللي المفروض ان الجروس هرمون رايح يشتغل عليها، الخلايا دي المفروض ان هو هيشتغل عليها ازاي؟ عن طريق ان هو يمسك في الريسبتور، تمام كده؟ فبيقول لك ان الخلايا التارجت سيل دي مش بتستجيب له، ده بسبب ايه؟ بسبب انها ما عندهاش ريسبتور او الريسبتور بتاعها بايظ، تمام كده؟ فتقوم الخلايا دي مش بتستجيب للنمو، فتلاقي الخلايا دي مش بتنمو خالص، فتلاقي الطفل ده دايما ايه؟ حجمه صغير، تمام كده يا شباب؟ تمام. وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني وهو الاندوسايتوزيس. جميل. تعالى ندخل بقى لعكس الاندوسايتوزيس اكزوسايتوزيس. المره احنا اتكلمنا على كل انواع الطرق اللي نقدر ندخل بيها المواد اللي خارج الخليه ندخلها جوه الخليه. طب دلوقتي يا عم افرض انا عايز اخرج بره الخليه. قال لك والله العمليه دي اسمها الاكزوسايتوزيس. اسمها ايه؟ اكزوسايتوزيس. قال لك والله يعني اكزوسايتوزيس ان انت تنقل الماتيريال فروم انسايد ذا سيل تو اوتسايد ذا سيل، تمام؟ يعني تطلعها بره الخليه، تاخد المواد من جوه الخليه تطلعها ايه؟ بره الخليه او اوتسايد ذا سيل، يبقى بتاخد المواد من انسايد من السيتوبلازم وتطلعها بره الخليه، تمام كده؟ طيب، طبعا الموضوع ده بيقول لك ان الاكزوسايتوزيس بيحتاج انرجي، بيحتاج طاقه، وبالتالي هو بيعتبر اصلا احد انواع الاكتف ترانسبورت، تمام كده؟ بما ان هو بيحتاج طاقه، اي حاجه بتحتاج طاقه يبقى دي تعتبر ايه يا شباب؟ اكتف ترانسبورت. طيب زي ما اتفقنا الاكزوسايتوزيس هو بديهي جدا ان هو عكس الاندوسايتوزيس، تمام كده؟ في العمليه دي ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ قال لك والله ببساطه ادي عندنا فيزيكال يا شباب. الفيزيكال دي جواها مثلا المواد دي، المواد دي مثلا ممكن تكون مثلا بروتينات احنا مصنعينها، انزيمات احنا مصنعينها، هرمونات احنا مصنعينها، الخلايا صنعتها، طب ماشي احنا بعد ما صنعناها محتاجين بقى ان احنا نصدرها، نبعتها بره، نطلعها بره الخليه عشان تروح تشتغل بقى على خلايا ثانيه، تمام كده يا شباب؟ فقال لك والله قال لك شايفين الفيزيكال دي يا شباب؟ اهي اللي جواه المحتوى اللي احنا عايزين نطلعه بره، تفضل تقرب كده تقرب 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 من السيل ممبرين وتقوم تلزق مع السيل ممبرين، وتلاقي السيل ممبرين اللي حوالين الفيزيكال ده بدا يندمج مع السيل ممبرين بتاع الخليه لحد ما يحصل. شايفين العمليه بتحصل ازاي؟ شايفين وبعد كده بقى السيل ممبرين بتاع الفيزيكال بقى جزء من السيل ممبرين بتاع مين؟ بتاع السيل ممبرين، واصبح الفيزيكال ده يا شباب اتفتحت، لما اتفتحت يا شباب اعمل ايه؟ الكونتنت اللي جواه اللي هي الكوره الحمراء دي بدات تطلع لبره،
تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى في العمليه دي بيقول لك سبيشال فيزيكل بتحتوي على سيلولار برودكت، منتجات الخلايا هي اللي مصنعاها، بتقوم تتحد مع السيل ميمبرين وتقوم تفتح بقى وتطلع ايه؟ وتعمل اوت فلو للكونتنت بتاعها او تخرج المحتوى بتاعها سواء كان هرمونات او انزيمات او ايا كان. كذلك برضو احنا عندنا هنا زي ما الاندوسيتوز اخذنا فيه ثلاث انواع، الاكزوسيتوز هناخد فيه ثلاث انواع، بس الموضوع هنا اخف شويه يعني. بص يا سيدي، بالنسبه للثلاثه باسويز بقى اللي عندنا في الاكزوسيتوز، في عندنا نوع اسمه الكونستيتيوتيف باسوي. كلمه كونستيتيوتيف بتساوي كلمه كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني مستمر. طب انا افهم من ايه يعني ايه يعني ممكن افهم ايه من كلمه كونتينوس دي؟ قال لك والله ان الخليه بتصنع حاجات، وكل ما تصنع بتصدر على طول. عارفين الاكزوسيتوز ده ممكن نختصره في كلمه التصدير، ان احنا بنصدر لبره، بنطلع لبره، تمام كده؟ فبيقول لك والله ان احنا الخليه تصنع وتصدر، تصنع ما بتخزنش. يبقى الخليه يا شباب اللي بتصنعه بتطلعه بره على طول، مفيش تخزين، مفيش ايه؟ تخزين. يبقى اذا الكونستيتيوت زي على سبيل المثال مين؟ زي الاميونو جلوبيولين. مين الاميونو جلوبيولين دي؟ اللي انتوا اخذتوها في المناعه زمان، اللي هي الانتي بودي، الانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده. عمرك سمحت قبل كده ان في خليه بتصنع اجسام مضاده وتخزنها؟ اكيد لا. الاجسام المضاده تتصنع تتصدر، تتصنع تتصدر على طول، تمام؟ مفيش اجسام مضاده بتتخزن، تمام كده يا شباب؟ طبعا اللي بيصنع الاجسام المضاده هي الخلايا البلازميه، اللي هي البلازما سيل، البي بلا... لو فاكرين الخلايا البائيه دي كانت بلازما سيل. ما علينا يعني، المهم اللي بيصنع الاجسام المضاده دي او الاميونو جلوبيولين، تمام؟ هي البلازما سيل. طبعا البلازما سيل بتصنع الاميونو جلوبيولين ده يا شباب وتعبيه جوه حويصلات، والحويصلات دي تصدر على طول ما بتتخزنش، تمام كده يا شباب؟ يبقى بيقول لك ده الموست كومن باث واي. طبعا ده اشهر واحد يا شباب من الاكزوسيتوزيس، هو الكونستيتيوتيف او الكونتينوس باث واي، تمام؟ تقريبا كل الخلايا بتعمله، زي والبرودكت سكريتد ايميديتلي. يعني ايه؟ انت بتصنعه من هنا تطلعه بره على طول، مفيش مجال للتخزين، تمام؟ او بيقول لك سكريتد او بيطلع بره ايميديتلي افتر سينسز، بعد ما تصنعه بتخرجه بره على طول، زي ضربنا مثال بالاجسام المضاده. طب العكس بقى، قال لك لا احنا هنصنع ونخزن، او يبقى هنا في تخزين، ولما تحتاج الجسم هيبعت لك يقول لك انا محتاج الماده الفلانيه، فتقوم تطلعها من الخزين اللي عندك. شفت بقى الفرق ما بينهم ازاي؟ يبقى تاني ده بنقول عليه بقى يا شباب ريجوليتد. ريجوليتد يعني ايه؟ يعني بص احنا ما بنطلعش كده بالعبط، لا، لما تحتاج انا هصنع واخزن عندي جوه الخليه، ولما انت تحتاج ابعت لي وانا هطلع لك لما انت تحتاج. يبقى الموضوع هنا في ايه يا شباب؟ في نظام. في ايه؟ في نظام، يبقى اسمه ريجوليتد سكريتوري باث واي. ريجوليتد يعني منظم، تمام؟ لما تحتاج هبعت، انما طالما انت مش محتاج ما نقعدش كده، ما فيش تبذير، ما عندناش حاجه اسمها التبذير، احنا بنخزن ولما انت تحتاج هبقى ابعت لك، تمام كده يا شباب؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ريجوليتد سكريتوري باث واي. قال لك والله في الحاله دي البرودكت از كونسنتريتد اند ستورد. ايوه ستورد يعني ايه؟ يعني بتتخزن جوه حاجه اسمها سكريتوري جرانيولز، وتفضل متخزنه جوه الخليه. اديني مثال. قال لك حاجه اسمها الزايموجين. الزايموجين جرانيولز، كلمه زايموجين دي يا شباب الانزيمات لما بنصنعها بتبقى في الاول بتبقى ان اكتيف، بتبقى غير نشطه، تمام؟ بنقول عليها زايموجين، ولما تتنشط بنقول عليها الانزيمات عادي، تمام كده؟ يبقى الزايموجين دي اللي هي الانزيمات بس قبل ما تتنشط، تمام كده يا شباب؟ تمام. بتاعت الاكزوكراين بنكرياس، احنا عارفين ان البنكرياس يا شباب بيطلع حاجه اسمها العصاره البنكرياسيه، اخدتوها زمان كده، بيبقى فيها انزيمات انزيمات هاضمه دايجستيف انزايم، المفروض انها لما بتنزل على الاكل بتهضم الاكل وكده، تمام؟ طبعا الانزيمات دي وهي جوه البنكرياس بتبقى ان اكتف، عشان كده بنقول عليها زايموجين. طبعا انت امتى بقى هل البنكرياس كده يا شباب عمال يطلع دايجستيف انزايم كده عمال على بطال؟ لا طبعا، لما انت تكون واكل. هو بيصنع، هو البنكرياس اهو يا شباب، ادي دي خليه بنكرياس، تمام؟ وهي مصنعه جواها ايه؟ الدايجستيف. لما انت تبقى تاكل ابعت للبنكرياس، وساعتها البنكرياس يبقى طلع، انما انت ما اكلتش يبقى البنكرياس مش هيطلع، هو هيفضل مخزنها جواه، تمام؟ فبيقول لك ذا سيكريشن اوف ذيس برودكت ماست بي تريجرد. كلمه تريجرد يعني ايه؟ يعني لازم انت اللي تبعت للبنكرياس تقول له ده احنا واكلين ومحتاجين الانزيمات بتاعتك، ابعتها لنا. يبقى دي معنى كلمه تريجرد، تمام كده؟ باي اكسترا سيلولار سيجنال، تمام كده؟ ان انت مثلا طبعا بتبعت للبنكرياس ازاي؟ عن طريق بقى في مواد كيميائيه وفي هرمونات وفي مش عارف حاجات كتيره قوي يعني، بس ادفانسد عليكم. المهم ان بيبعت ايه؟ بنبعته اشاره كده، بالنادي، بنبعت نداء، ان ده بيبقى في صوره مثلا ماده كيميائيه، بيبقى في صوره مثلا هرمون، تمام كده؟ اي حاجه تروح للبنكرياس تقول له يا بنكرياس طلع الانزيمات بتاعتك، تمام كده؟ تمام اهو. To release its ايه؟ its content onto the outer part of the cell، تمام كده يا شباب؟ طب تعالى اهو، يبقى تعالى احنا كده ايه؟ فرقنا ما بينهم، تعالى نراجع تاني بقى على الصوره عشان تفهم اكتر. ادي دي الخليه اهي يا شباب، الخليه ده السيل ميمبرين اهو.
تمام، اللي باللون البنفسجي. قال لك والله احنا اهو الخليه شباب جبنا مثلا الجين المسؤول عن تصنيع بروتين معين وصنعناه بالطرق المعينه، احنا هناخدها قدام ان شاء الله وخزناه، ادي عندنا ادي حويصله وادي حويصله. قال لك والله دلوقتي في طريق، الطريق ده يا شباب قال لك زي مثلا لو انت بتصنع مثلا اميونوجلوبيولين مثلا، تمام، الاجسام المضاده. قال لك في الحاله دي لا، انت بص بتصنعها وتعبيها جوه حويصلات، والحويصلات دي هتروح متجهه على طول على السيل ممبرين وتفرزها على طول، فدي بنقول عليه كونستيتيوتيف سكريتوري باس واي، تمام كده على طول، تمام. انت مش محتاج ان انت تبعت للخليه، هي كده كده الخليه ما بتخزنوش، الخليه طالما صنعته يبقى هتفرزه، ما بتحتفظش بيه جواها، تمام كده. انما في الطريق التاني بقى قال لك شباب بص انا هصنع مواد وحطها جوه حاجه اسمها سكريتوري فيزيكل، وبص وهفضل مخزنها جوه، شايف العلامه الحمراء دي يا شباب اهو، دي معناها علامه التخزين، شوف انا كده انا مخزنها جواي، لما انت تبقى تاكل او مثلا لما تحتاج الماده دي يا شباب ابقى بعت لي، شايفين بص اهو بعت لها ازاي، ادي ده الريسبت، ادي ده الليجن، الليجن دي اللي بتمثل السيجنال او الاشاره او النداء، احنا كده بننادي، بعتنا اهو ده المنادي اللي بعتناه للخليه دي عشان نقول لها ايه، طلعي لنا الماده بتاعتك. فاول ما السيجنال دي يا شباب جت مسكت في الريسبتور، فقام الريسبتور بعت على طول جوه قال لهم يا جماعه احنا محتاجين الماده المتخزنه، فقامت الماده المتخزنه طلعت لبره، يبقى شايفين طلعناها ازاي، اظن كده بقت مفهومه اهي، يبقى احنا كده صنعنا الماده دي وخزناها. طيب هنطلعها امتى؟ قال لك لما تيجي سيجنال تبعت لنا تقول لنا طلعوا المتخزن، السيجنال تيجي يا شباب تمشي في الاتجاه ده اهو، بعت مسكت في الريسبتور، قام الريسبتور بعت لي الحويصلات اللي متخزنه دي قول لها طلعي، ده احنا محتاجين، ده بعتوا لنا سيجنال اهو، ده دليل ان هم محتاجين حاجات، تمام، او محتاجين الماده دي. فيبتدي الفيزيكال دي يا شباب تتجه ناحيه مين؟ السيل ممبرين، وتتحد معاه وتطلع المحتوى اللي جواها بالاكزوسيتوزيس، تمام كده يا شباب؟ تمام. الحاجه الثالثه بقى يا شباب واسمها اللايزوزوم ميديتد باسواي، قال لك العمليه دي بتنفولف فيوجن اوف ذا سيل فيزيكال ويز ذا سيل لايزوزوم. قال لك والله بص يا شباب اهي لا ما جبناش ليها صوره، بص ايوه بكل بساطه انت معبي حاجه جوه فيزيكال، الفيزيكال ده هتروح تمسك فين يا شباب؟ هتمسك في اللايزوزوم، هتمسك فين؟ في اللايزوزوم. ثانيه اهي مسكت فين؟ في اللايزوزوم. بعد كده اللايزوزوم زي ما اتفقنا بيحتوي على حاجه اسمها الهيدروليز انزيم، هيدروليز يا شباب يعني دي احد طبعا الانزيمات اللي بتعرضها في البايو بالتفصيل، دي عيله من عيله الانزيمات اللي بتكسر، يعني كل الانزيمات بتاعت اللايزوزوم بتكسر حاجات، بتعمل ديجريديشن، بتكسر المواد اللي بتبقى جوه الفيزيكال، تمام كده؟ تمام. او بيقول لك اللي وظيفته ان هو يكسر، يعمل بريك داون، يعني يكسر للسيلولار ويست ماتيريال، ان هو يكسر المخلف، ما الخليه دي يا شباب شغاله طول النهار وشغاله، فبالتالي في مخلفات، المخلفات دي محتاجين نكسرها، او لو في بكتيريا محتاجين نكسرها، او لو في مثلا حطام خلايا او خلايا ميته برضه محتاجين نكسرها، الحاجات دي كل من اللي بيكسرها يا شباب الانزيمات بتاعت اللايزوزوم. طب حد سال نفسه وبعد ما اللايزوزوم يكسر الحاجات دي هيعمل فيها ايه؟ هيطلعها بره، تمام كده؟ يبقى اذا اللايزوزوم بعد ما يكسر ويؤدي الفانكشن بتاعته يا شباب هيكاري الاليمنتس او البقايا بتاعت التكسير بتاعته وياخدها يا شباب يوديها فين؟ قال لك يوديها يروح يتجه ناحيه السيل ممبرين ويتحد مع السيل ممبرين ويعمل ريليز للاليمنتس بتاعته ويطلعها بره الخليه، بس كده. يبقى اذا والله الطريقه الثالثه للاكزوسيتوزس ان احنا بنخرج المواد عن طريق اللايزوزوم، المواد مثلا في حاجات احنا كسرناها باللايزوزومات، طيب بعد ما كسرناها قال لك اللايزوزوم هو بقى اللي هيتكفل بان هو يخرجها بره الخليه عن طريق ان اللايزوزوم يروح يمسك مع السيل ميمبرين ويطلع الايه؟ ويطلع المواد دي بره، تمام كده يا شباب؟ تمام. وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا تاني نوع معانا وهو الاكزوسيتوزز، يبقى احنا كده اتكلمنا على نوعين الترانسبورت اللي معانا النهارده اللي هم الاندوسيتوزز والاكزوسيتوزز، تمام؟ طيب اخر عنوان معانا بس جملتين كده هنقولهم بسرعه، حاجه اسمها الميمبرين ترافيكنج. ايه يا عم كلمه ميمبرين ترافيكنج دي؟ ما بص صل على النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي انا قلت لك السيل ممبرين ده يا شباب وهو لما بيجي يعمل اندوسيتوزس بناخد حته من السيل ممبرين، ولما بنيجي نعمل اكزوسيتوزس الممبرين بتاع الفيزيكال بيندمج مع الممبرين بتاع مين؟ بتاع السيل ممبرين. يبقى انا بسمي الحته دي عشان تفهمها ابسط حاجه او اكتر فكره مبسطه عنها مبدا هات وخد. يعني ايه هات وخد؟ يعني والله السيل ممبرين ده عمال يديك اجزاء عشان يكون فيزيكال، ولما تيجي انت تطلع تبقى ترد لي تاني، اللي هو ادي من السبت وتاخد الحد. بمعنى قال لك والله دي عمليه ريبيتد ريسايكلينج، خد بالك من كلمه ريبيت ليه؟ لانه دايما الخليه شباب عماله تطلع وتدخل، تطلع وتدخل، تطلع وتدخل، وهي بتطلع السيل ممبرين بتاع الفيزيكال اللي بتطلع الكونتنت اللي جواه بيندمج مع السيل ممبرين، يبقى احنا كده ضفنا جزء او ادينا للسيل ممبرين حته، تمام. ولما نيجي نعمل اندوسيتوزس دلوقتي احنا عايزين ندخل الحاجات دي، طب ما الحاجات دي محتاجه فيزيكال والفيزيكال لازم ممبرين حواليها، فنقوم بقى نقول للسيل ممبرين انا اديتك لما طلعت هات لي بقى حته من السيل ممبرين عشان ايه؟ اعمل بقى السيل ممبرين بتاع مين؟ بتاع الفيزيكال،
تمام كده، او بعمل بقى الممبرين بتاع الفيزيك، تمام كده يا شباب. يبقى اذا مبدا الهات وخد، انا هاخد من السيل ممبرين حته وانا بعمل اندوسايتوزيس، وهدي له حته لما اعمل اكزوسايتوزيس. يبقى انا كده دايما عمال ايه يا شباب، بغير في السيل ممبرين، باخد منه واهديه، باخد منه واديه، باخد منه واديه، تمام كده. يبقى اذا هي ريبيت ريسايكلينج اوف ذا سيل ممبرين، باخد منه وبديله. اثناء الاندوسايتوزيس جزء من السيل ممبرين يا شباب بستخدمه كاندوسايتوتيك فيزيكال عشان نصنع الممبرين بتاع الفيزيكال، تمام. واثناء الاكزوسايتوزيس قال لك والله وانت بتطلع كده الممبرين بتاع الفيزيكال اللي انت طلعتها قلنا بيندمج مع السيل ممبرين، فبتفقد جزء منه او كومبنسيتد باي ذا اذر ممبرين. يعني الحته اللي انت خدتها من هنا هنعوضها تاني لما نيجي نطلع. يبقى انت اخدت من حته من هنا اهو، اخدت هنا ورحت معوضه تاني ان انت اديته حته وانت بتطلع الاكزوسايتوزيس، تمام كده يا شباب. يبقى فهمنا ده مبدا الخد وهات، ده اسمه ممبرين ترافيكنج. بناخد حته من السيل ممبرين لما بعمل اندوسايتوزيس وبرجع اديها له تاني لما بعمل اكزوسايتوزيس، تمام كده يا شباب. تمام، وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده اللي هو ترانسبورت اكروس السيل ممبرين. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا حفظتوه معانا حرفيا. يعتبر يا شباب مش بشرح، انا بعتبر بشرح لكم وبذاكر معاكم، تمام. وده بيخلي الفيديوهات طويله، بس ده عشان في الاول انا براعي برضو ان انتوا محتاجين كل حاجه تترجم وتعرفوا ازاي تذاكروا كده. بعد كده بقى ان شاء الله تبقى ايه الدنيا بدات تمشي، وبقينا ايه نشرحه على طول بقى، وانت ايه بقيت فاهم بقى والحاجات كده، مش مضطرين ان احنا نترجمه كل كلمه، تبقى انت فاهم بقى بعد كده ان شاء الله، تمام. بس ستيل برضو لو في اي حد شباب مش لاقط اي حاجه او في حاجه مش فاهمها، براحتكم عادي ابعتوا لي في اي وقت وانا هسجل لكم ريكوردات بيها، مفيش اي مشكله، تمام كده يا شباب. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.